بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في تكنو بسكول. إن شاء الله النهاردة هنعرف الفرق بين حذف حساب الفيسبوك وإلغاء تنشيطه، وإيه الفرق بين حذف الحساب وإلغاء تنشيطه، وإزاي بتقدر تحذف الحساب أو تعمل إلغاء تنشيطه. حسب تعريف إدارة الفيسبوك للمشكلة، قالت إن تعطيل الحساب تقدر ترجع الحساب في أي وقت لو أنت عايز. أثناء فترة تعطيل الحساب مفيش حد يقدر يدخل لحسابك ولا يشوفه أصلا، يعني لو حد دور على الحساب بتاعك على الفيسبوك مش هيلاقيه موجود أصلا. الحاجة التالتة، إن بعد المعلومات الخاصة بيك رغم إن أنت معطل حسابك هتفضل تظهر للناس زي الرسائل الشخصية اللي بينك وبين أي حد، هتفضل تظهر رسائل بدون ما يتم إخفائها زي ما الفيسبوك بيخفي حسابك. ده بالنسبة لتعطيل الحساب. أما بالنسبة لحذف الحساب، أنت ما بتقدرش ترجع الحساب مرة تانية نهائيا. تاني حاجة، إدارة الفيسبوك بتأخر حذف الحساب لمدة معينة، يعني مش لما بتضغط على ديليت بيتم حذف الحساب في الفور على الفور، لا، ده إدارة الفيسبوك بتسيب الحساب تقريبا 3 شهور، وفي الفترة دي بتعلق الحساب بتاعك أو بتخليه في انتظار الحذف. لو أنت سجلت الدخول إلى حسابك بيتم إلغاء طلب حذف الحساب، يعني لو أنت عايز تحذف حسابك بتعمل ديليت وخلال 3 شهور ما بتسجلش دخول، لأنك لو سجلت دخول على الحساب هيتم إلغاء طلب حذف الحساب. الحساب زي ما قلنا بيقعد 90 يوم قيد المراجعة، يعني ما بيتحذفش على طول، وفي الوقت ده محدش يقدر يوصل لمعلوماتك، يعني مجرد انت ما بتضغط على حذف الحساب بيقعد 90 يوم، وفي 90 يوم محدش بيقدر يوصل للحساب بتاعك، يعني لو حد بيبحث عليك كأنك معطله ما بيظهرش لأي حد. برضو لو تم حذف الحساب بتاعك هيفضل الرسائل اللي بينك وبين الناس موجودة زي ما هي، ودي ما بيتمش حذفها نهائيا من الفيسبوك. اللي بيتم حذفه طبعا صورك وفيديوهاتك ويومياتك والحاجات دي، ولكن الرسائل اللي بينك وبين الناس ما بيتمش حذفها. واخر حاجة، ان الفيسبوك بينوه ان بعد حذف حسابك بتفضل سجلات من بيانات دخولك على موقع الفيسبوك موجودة، ولكن لا يتم ربطها بالحساب، يعني ما بتظهرش لاي حد. تعالوا بقى نعرف ازاي نعطل الفيسبوك او نعمل له حذف، ازاي نعطله وازاي نعمل له حذف. لو انت الفيسبوك بتاعك باللغة العربية بتضغط على السهم اللي في الجنب ده وبتضغط على اعدادات. لو انت عايز تعطل الحساب بتضغط على ادارة الحساب، وبعدين تروح على الغاء تنشيط حسابك، تضغط هنا على قم بالغاء تنشيط حسابك. بعد ما تضغط عليها هيطلب منك سبب الغاء التنشيط ايه، وبعدين تحت بتدوس على الغاء التنشيط فبيتم الغاء تنشيط الحساب الخاص بيك. لو انت عايز تحذف الحساب بالكامل بتضغط على السهم برضه وتروح على الاعدادات، وبعدين بتروح على معلوماتك على فيسبوك، وبعدين بتضغط على حذف الحساب، وبعدين تحت هنا بتضغط على حذف الحساب، وبعدين بيطلب منك ادخال كلمة المرور الخاصة بيك، وبعد كده بتأكد حذف الحساب. ده لو الفيسبوك بتاعك باللغة العربية. اما لو الفيسبوك بتاعك باللغة الانجليزية بتضغط على السهم اللي هنا، وبعدين تضغط على settings، وبعدين لو عايز تعطل الحساب بتضغط على manage account، وتحت بتضغط على deactivate your account، وطبعا بتختار سبب الغاء تنشيط الحساب، وبعدين بتضغط على deactivate. نفس الكلام بالنسبه لحذف الحساب، بتضغط على settings لو عايز تحذفه، وبعدين your facebook information، وبعدين delete your account، وبعدين بتنزل اخر صفحه تضغط على delete account، وبعدين بتظهر لك رساله بتدخل بتكتب الباسورد الخاص بيك، وبعدين تضغط على تأكيد حذف الحساب confirm your deleting your account. وبكده يا شباب يبقى احنا غطينا الفرق بين إلغاء تنشيط الحساب أو تعطيل الحساب يعني، وحذف الحساب، وإيه الفرق بينهم زي ما إدارة الفيسبوك وضحت بشكل واضح.
أرجو إن تكون المعلومات مفيدة وتفيد معظم الناس. ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل كل اللي احنا بنقوله ده لو أنت عايز يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.